تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في الفرقة الجنائية بمقاطعة الشرطة القضائية الأولى الجزائر الوسطى من توقيف شخص ينتحي صفة قابض بارد. قضية الحال انطلقت أطوارها بعد تلقي العديد من الشكاوي من طرف المواطنين مفادها تعرضهم للسرقة بطريقة احتيالية، حيث يقوم المشتبه فيه باستدراج فئة المسنين من كلتا الجنسين، وهذا بالترصد لهم عند سحبهم لمعاشاتهم تحت الإشراف الدائم والمستمر للنيابة المختصة إقليميا. تم مباشرة التحريات التي مكنت ذات الفرقة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه. بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليميا عن قضية انتحال صفة متصلة بمهنة منظمة قانونا للسرقة.